طيب هنطير لبرج العرب مرة تانية مع زميل العزيز شريف شعبان مع السفير الأثيوبي بالقاهرة. شريف اتفضل. حميد ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، هنا من مقصوره الفي اي بي، يمكن معي السفير الاثيوبي في جمهوريه مصر العربيه. بنقول لك من طبعا معايا كابتن وائل المترجمه، عاوزين نرحب بيه ونعرف بقاله قد ايه في جمهوريه مصر العربيه، شايف لقاء الاهلي وجيما الاثيوبي ازاي؟ سلام نيو، ويلكم تو ايجيبت، اند وي وود لايك تو اسك يو اباوت ذا ماتش بتوين اهلي اجينست جيما. What you thinking about on what opinion about this? Well, I'm hoping that Al Ahly and Jimma Abajifar will show us a very good football for everybody to enjoy. هو يتمنى ان فريق جيما والنادي الاهلي يقدموا استعراض جميل لكره القدم يمتعنا جميعا. قول لي السؤال اللي بيطرح نفسه يا كابتن وائل، الكل بيتساءل، الفريق جه انه فجر اليوم، يمكن على عكس المعتاد اي فريق بيجي قبل المباراه بيوم او بيومين، النهارده جمال الاثيوبي بيفاجئنا وبيجي فجر اليوم، ممكن فطروا وما لحقوش يناموا، فعاوز اعرف ايه السبب. As usual any team coming to play a game they come before the game about 2 days 3 days but the suddenly the Jima team coming at early morning to Egypt. What the reason? I will have to talk to the logistics officer from Jibba Amajifar. I think what happened was they had technical problems with logistical arrangement. That's the only reason that they delayed their trip here to Cairo. هي مشاكل لوجستية في التذاكر والحاجات دي، القصد باللوجستي هنا التذاكر وشحن المعدات والحاجات دي، ده معنى كلمة لوجستي. وهي اتصل بمدير اللوجست في النادي وقال له ان هي في بعض المشاكل اللي ادت للتأخير. أخيراً مباراة الأهلي مباراة قوية، تيم الأهلي قوي، هو قال أنا عارفه جدا في أثيوبيا، فريق قوي جدا ويعني ومتابعينه قبل كده، قعد في النادي الأهلي، شايف المباراة ازاي؟ متوقع ممكن جيما يعمل مفاجأة قدام النادي الأهلي ولا صعب؟ What opinion about the result in this game? You think the Jima can make something, or that's too hard for Jima? Well, I know Al Ahly is a club that has been around for many decades. Jima Abajifar is a new club. This is its first time that it's competing in this. I am looking forward to a very good technical game from both sides. The result will depend on who is going to play best. If they draw, it will be a good result. But I'm hoping and cheering for Jimma Abajifar to win. That's normal. هو بيتكلم ان خبرات الاهلي كبيره وتاريخه كبير والخبرات المتراكمه عند لعيبته عاليه، هو بيتمنى انه يشوف مباراه من الجانب الفني عاليه ولائقه بالمستوى. هو بيقول ان لو حصل تعادل دي هتبقى بالنسبه له نتيجه رائعه، لكن هو من قلبه بيتمنى ان جيما يكسب طبعا، بس هو عارف ان الموضوع صعب. شكرا. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. ثانك يو. خليني كابتن ميدو اقول لك، يمكن كابتن ميدو اني حضر مجلس اداره الاهلي الى الان امين الصندوق طبعا الكابتن خالد الدرندالي، وحضر عضو مجلس الاداره مهندس خالد مرتجي، الى الان يمكن ناقص حوالي ساعة الا تلت باذن الله، دعواتنا ودعوات كل المصريين بفوز النادي الاهلي اليوم. عودة ليك من جديد، اتفضل. شكرا زميل العزيز شريف شعبان، وشكرا للسيد السفير سفير اثيوبيا في القاهره. طبعا بيتكلم بمنتهى الواقعيه، لكن سيبكم التصريحات خالص، احنا قلنا قبل كده التواريخ والاحصائيات والكلام ده كله بيبقى في حته، والنهارده في حته ثانيه خالص. عايزين نكسب، عايزين مكسب مقنع ومريح ان شاء الله عشان يسعد بيه جماهير الاهلي في كل مكان. هنطلع فاصل، ومن الفاصل هنروح لزميل العزيز عمر ربيع ياسين مع احمد بلال والكابتن محمد حشيش، نشوفكم ونرجع تاني مع بعض. اتفضل.